أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، دعت مصر السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصاعدية، مشددة على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا لن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له باعتباره وقفا إسلاميا خالصا. وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاضلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة التزامها الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية.